السلام عليكم، مساكم الله بالخير والنور والسرور وكل شيء جميل، وحياكم الله في قناة الفجيرة مطلع الشمس وفي برنامجكم 7 على 7. مشاهدين الكرام، طبعا تضم إمارة الفجيرة واحد من أهم المتاحف اللي تنتشر بدولة الإمارات، لأنها تسجل تاريخ الأجداد وتراثهم عبر الزمن من خلال الأثريات التي عثرت عليها بعثات التنقيب وخبراء الآثار في السنوات الأخيرة. وطبعا الفجيرة تشكل الأثار اللي موجودة فيها، هي أثار تعود إلى آلاف السنين إلى الخلف، وهي تقريبا من المتحف اللي موجود في الفجيرة يحافظ على الأثار الموجودة في الساحل الشرقي بشكل عام والفجيرة بشكل خاص. وقام متحف الفجيرة في الفترة الأخيرة استخدم تقنية جديدة وهي الهولوجرام لاستخدامها في عرض القطع الأثرية دون الحاجة لجلب القطع الأصلية إلى الأماكن اللي هم يروحون لها، وهذا شيء جميل احنا قاعد نشوفه من متحف الفجيرة. هذا التطور اللي هم قاعد يسووه فعلا شيء يدعو للفخر. خلونا نشوفه وياكم. تزامنا مع عام التسامح وأيضا مشاركة هيئة الفجيرة السياحة والآثار في فعاليات الابتكار، ارتأينا أن هناك حاجة لتطوير وإضافة ما هو جديد في مجال السياحة والتراث والآثار، خاصة في مجال المعروضات الأثرية الموجودة في متحف الفجيرة. فكانت هناك فكرة أن نقوم ب إدخال تقنية حديثة اللي هي الهولوجرام في مجال عرض القطع الأثرية الموجودة في متحف الفجيرة، وتم الحمد لله يعني مثل ما ترون مؤخرا تركيب وتخصيص مكان أو ركن في متحف الفجيرة لعرض هذه التقنية. حاليا بدأنا في عرض عدد من أهم القطع الموجودة في متحف الفجيرة بنظرية أو طريقة الهولوجرام، وهي يعني طريقة جديدة أول مرة تدخل في متحف الفجيرة، وأيضا هي لزيادة يعني استقطاب عدد زوار المتحف، وهي أيضا ستخدمنا مستقبلا لأنه هناك إمكانية لنقل هذا الجهاز وهذه التقنية في المعارض الدولية التي تشارك فيها هيئة الفجيرة السياحة والآثار، حيث سيسهل علينا عرض هذه المقتنيات في تلك المعارض دون الحاجة إلى نقل القطع الأصلية وتعرضها للإصابة أو الضرر أثناء النقل. والحمد لله احنا نعمل دائما على إدخال ما هو حديث وما هو متطور في قطاع السياحة وفي قطاع التراث والآثار. بمناسبة شهر الابتكار في دولة الإمارات المتحدة، ارتأت الإدارة في متحف الفجيرة عمل شيء جديد مبتكر من خلاله يتم تعريف الزوار المتحف والجمهور بشكل عام على الآثار المميزة الموجودة داخل متحف الفجيرة واللي تمتد من عصور يعني قديمة أكثر من 2000 سنة. استعملنا تقنية الهيلوغرام لعرض هاي القطع الأثرية. بدأنا بمجموعة من القطع الأثرية، يعني مجموعة محددة من أقدم القطع الموجودة داخل المتحف، وراح يتم عملية تزويد أو تغذية الجهاز بشكل دوري بقطع جديدة، بحيث أنه بنهاية المشروع راح يكون في عندنا فيرتشوال ميوزيوم داخل المتحف بيتم عرض القطع الأثرية بتقنية 3D ثلاثية الأبعاد. بشكل عام تعتبر يعني هي من التقنيات الحديثة والطرق المبتكرة في إرسال المعلومة عن القطع الأثرية الموجودة، عن تاريخها وعن شكلها للزوار المتحف بشكل مختلف عما هو معتاد في المتاحف التقليدية.
مشاهدين الكرام، راح تشوفون ويانا اليوم الفجيرة على موعد مع جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع، وكذلك أكثر من 100 علم على إنشاء أكثر من 100 عام على إنشاء جمارك دبي. وراح تشوفون معنا تصميم روبوت لنجدة أصحاب الهمم، وجمعية الفجيرة الثقافية تكرم ضمن الفائزين بجائزة 101 فكرة وفكرة. راح نروح وياكم للأخبار المحلية. زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله معرض جولفود 2019 في دورته 24 الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي على مدى 5 أيام بمشاركة قرابة 5000 عارض من دولة الإمارات ودول المنطقة والعالم. وقد تجول سموه في أرجاء ورقة المعرض الذي يغطي مساحة تقدر بمليون قدم مربع، وشاهد سموه المعروضات التي تعكس الاهتمام العالمي والمحلي بغذاء الإنسان وصحته وتوفير أرقى معايير السلامة للبشر، إلى جانب المعدات والأجهزة التي تستخدم في تخزين وتبريد الأغذية والمشروبات، وتستعمل التقنيات الحديثة التي تحافظ للمواد الغذائية والمشروبات قيمتها الغذائية والارتقاء عليها طازجة للاستهلاك الآدمي. عقد رؤساء تحرير الصحف المحلية في الدولة اجتماعا تنسيقيا في مقر صحيفة الخليج بالشارقة، تم خلاله بحث الدور المهم الذي تطلع به وسائل الإعلام المحلية خلال عام التسامح، ومناقشة عدد من المقترحات التي تدعم هذه المبادرة الوطنية المهمة، بالإضافة إلى عدد من الأحداث والفعاليات التي تستضيفها الدولة خلال العام الجاري، وتوفير التغطية الإعلامية اللازمة لها لتحقيق أهدافها بالشكل الأمثل. كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الصحف المحلية والاستفادة من التجارب المختلفة لما يعزز لها دور الإعلام الوطني في تسليط الضوء على الإنجازات الملموسة للدولة في مختلف المجالات، وأبرزها مكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي. من ناحية أخرى، أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن هناك محطات مهمة في سنوات خدمة المؤمن عليه تمثل علامة فارقة في مساره التأميني، حيث يساهم الانتقال من محطة إلى أخرى في زيادة منافعه التأمينية، لافتة إلى أن مكانة نهاية الخدمة تزداد حسب سنوات عمل المؤمن عليه. وأوضحت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالإنابة بالهيئة أن هذه المحطات تتجسد من خلال محورين، الأول يتعلق باستحقاق مكافأة نهاية الخدمة، والثاني باستحقاق المعاش التقاعدي، مشيرة إلى أن مدة الخدمة هي التي تحدد طبيعة استحقاق المؤمن عليه، نظرا لأن القانون لا يمنح المؤمن عليه حرية الاختيار بين المعاش والمكافأة. راح نشوف معاكم قبل يومين زيارة الوفد الياباني إلى إمارة الفجيرة، وكان ذلك لأنهم يطلعون على سلسلة الأمن الغذائي وتحديد الغرض الاستثمار وتبادل الخبرات في الفجيرة. خلونا نشوف وياكم. طبعا الوفد هذا جزء من منظومة اللي تقوم بها وزارة الاقتصاد في اللجان المشتركة بين دولة الإمارات والدول المعنية، سواء الشرق الأوسطية والشرق، يعني كل الدول. فكانت هناك زيارات سابقة ما بين الدولتين. الفريق عمل معني بالذات ما يخص الأمن الغذائي، وطبعا الزيارة هي تم التنسيق معها من خلال دارة صناعة واقتصاد الأخ مهندس محمد ماجد. احنا طبعا تواجدنا هنا للتأكيد على امكانيات وقدرات الفجيرة المختلفة. طبعا الفجيرة لها عدة قطاعات مثل ما سمعت اليوم، شوف، فمتواجدين هنا نشرح ما يمكن الاستفادة منه من زيارته، ما يمكن تذليله من عقبات، واذا في فرصة استثمارية. طبعا الطرفين تحدياتهم واضحة، الطرف الأول طرف يريد يبيع منتجات يوزع، طرف آخر اللي هم احنا نبحث عن شركات تقيم مشاريع في الفجيرة. أي استثمار أجنبي طبعا يعطي له دلالات كثيرة. أولا يدل أن هناك استقرار اقتصادي واستقرار سياسي، وأن الدول المنطقة هذه تعتبر واعدة. ثانيا طبعا هناك تقوي من القدرات الفنية والتقنية والتعلية والعلمية، يعني مثلا أي مشروع صناعي له مترتبات واستدامة.
تكون طبعا بنية تحتية للاقتصاد، بنية تحتية للتعليم. فأي مشروع أجنبي يأتي وخاصة من دول متقدمة في التقنية كاليابان أو دول أوروبية تكون لها مساهمات من عدة جهات. منظومة دول الإمارات تبحث عن الأمن الغذائي، تبحث عن الأمن الطبي والصحة، المعرفة، الاقتصاد المعرفي والابتكار. كل هذه ممكن استقطابها وممكن الاستفادة منها وممكن تحقيقها من خلال هذه المشاريع اللي ممكن تيجي. ليست آداب الأمم سوى هواياتها الثقافية وانعكاسات وعيها الجمعي، ولعل أهم ما تنتجه من عوامل ارتقائها يكمن في ازدهاراتها المعرفية والثقافية. فالذي يقرر كتابة التاريخ الأثر الأدبي والملمح الثقافي بوصفهما أهم مقومات البناء الحضاري. هذه كلمة سمو الشيخ راشد بن حمد الشرقي، حيث يؤكد سموه أن الشعوب ترتقي بالثقافة والأدب. جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع بدورتها الأولى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبتوجيه من وبتوجيهات من سمو الشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. للمزيد من التفاصيل مع ضيف الاستوديو سعادة فيصل جواد المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. أهلا وسهلا فيك. أهلا ومرحبا بك، شكرا جزيلا للاستضافة. أهلا فيك أستاذ فيصل. لو حدثنا عن جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع بدورته الأولى، لنتكلم قليلا عن هذه الدورة. هذه الدورة الأولى لجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع، والتي لم تكن وليدة صدفة ولم تكن بمحض مصادفة. هذه الجائزة جاءت بعد رؤية استشرافية وبعد عديد أسئلة حقيقة طرحت لما هي سبل الدعم الكفيلة بتقدم المبدأ العربي والأخذ به إلى منصة النجومية. الجائزة مو بصدد، يعني ليست هي جائزة استهلاكية وليست جائزة تدعي لنفسها صناعة النجوم، ولكنها تحاول أن تكون فعلا ثقافيا مزهرا مزدهرا في وسط الحقل الثقافي والمعرفي العربي. هذه كانت حقيقة رؤية الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وكان حلم من زمان، وكان كثير الأسئلة ومتعدد الأسئلة، ينتج أسئلة عديدة حقيقة، وتتشظى هذه الأسئلة إلى جملة استفسارات تفضي إلى إجابات، وهي ما هو السبيل لدعم المثقف العربي، ما هي الكيفية التي نستطيع بها أن نقدم ما يسهم في الحراك الثقافي العربي، ما يدعم المثقف العربي والمبدع العربي في آليات إنتاجه وفي دعم منجزه الأدبي والمعرفي. وكانت النتيجة أن نخلص أن وفق رؤية سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام إلى ما يلي: أن توضع هذه الجائزة في قوالبها الغائية النبيلة التي لا تجانبها بأي حال من الأحوال أي شيء من مقاصد تنأى بها عن هذا المقصد النبيل الواضح والمحدد. فكانت الفكرة أن يحدو بنا هذا الأمر إلى أن نشكل جائزة بتفرعاتها. الجائزة بتفرعاتها أنجبت حقيقة 7 من المحامل. المحمل الأول أو الفرع الأول كان للرواية، والرواية بشقيها للشباب والكبار على حد سواء، وهي أحد فرعين دخل عليهم الكبار على الشباب. كان التوجه أولا للشاب العربي المبدع، الكاتب العربي، الشاعر العربي، الروائي العربي، القاص العربي، الناقد العربي الشاب، وعلينا أن يدخل الكبار على الجائزة في فرعيها الدراسات النقدية وفي الرواية، ما عداها للشباب في القصة القصيرة وفي النص المسرحي وفي الشعر وفي أدب الأطفال. على ماذا اعتمدت الترتيبات والتجهيزات لانطلاق المنتدى الذي يتناول موضوع الأسطورة والموروث الشعبي في الأدب العربي؟ هذا فيما يخص منتدى الفجيرة الثقافي بدورته الثانية. كانت الهيئة الفجيرة الثقافي والإعلام قد أطلقت الدورة الأولى من المنتدى في العام الماضي، وسبق هذا الحدث إطلاق جائزة
سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي للإبداع بيوم واحد، يعني يومين للمنتدى وعقبهم يوم ثالث لإطلاق الجائزة، وعلينا أن تكون المناسبة نفسها كيما تكرس، كيما نستطيع أن نرسخها كتجربة راسخة تستمد ثباتها من عمق موروثاتها، من عمق حقيقة محاورها التي نختار والشخصيات التي تساهم في هذا الفعل الثقافي المهم. المنتدى تستمر جلساته على يومين، يستقطب حقيقة كبار المثقفين العرب من شعراء وقصاصون وروائيون ونقاد، هم تقريبا والغالبية العظمى منهم ممن يتصدون للمحاور هم من لجان التحكيم في مسابقة وجائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع. سعادتك كيف تشوف أهمية هذه الجائزة في دعم وتحفيز وتشجيع الأدب العربي؟ لا شك أنه كل الجوائز تساهم بشكل أو بآخر في دعم المشهد الثقافي العربي، وتساهم في بنية في البنية المعمارية للثقافة العربية. جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع تحاول أن تخلص لنفسها بجديد خاص بمنجز متفرد، تحاول أن تنأى بنفسها عن الجوائز الأخرى فيما تتهم بعض الجوائز فيه حقيقة. لذلك هي أخذت جانب الحيادية والموضوعية قدر الإمكان واعتماد المهنية في التخمين. كيف يعني تتهم سعادتك؟ كثير من الجوائز حقيقة تتهم بالميل، بالمجانبة، بالمجاملة أيضا، وهذا أمر طبيعي، يعني هو ليس بمستغرب، وهذا لا يعني أنه جوائز فيها انحياز. التي تتهم منها، يعني التي اتهمت منها، كانت اعتراضات حقيقة على متسابقين أو متشاركين أو متبارين متنافسين في غير موضع الحيازة على الضوء، يعني يعني ممن لم ينلهم نصيب الفوز في إحدى الجوائز كانوا يدعون ويتخرصون، والبعض يدعي محق. هو كل مبدع اليوم من حقه يشوف منجز الإبداعي هو الأهم، من حقه يدعي لنفسه أحقية الفوز بالجائزة، وهذا حق لا يمكن أن غمطه على أي مبدع عربي، خصوصا وأن درجات التنافس تكاد تكون طفيفة بين متنافس وآخر، وهذا ما حصل مع لجنة التحكيم حسب ادعاءاتهم وحسب ما وصلنا منهم، علما لم نتدخل لا من قريب ولا من بعيد بأي من قرارات لجنة التحكيم، خصوصا وأننا أجرينا التحكيم ولأول مرة يمكن في المسابقات العربية قاطبة التحكيم عن بعد. تحكيم لذلك نعم حفظنا استقلالية المحكمين ولم يشتركوا في جلسة إلى الآن، بل معظمهم إن لم نقل 90% منهم لا يعرف من معه في اللجنة. تصله نصوص، يعطي تقييماته ويعطي درجاته، وتصل إلى أمانة الجائزة، وأمانة الجائزة بكل حيادية يقينا لأن لا تتدخل في هذا، الدرجات محفوظة هم عندهم، وهذا راح يكون في اليوم الأخير اللي يسبق إعلان نتائج يحددون المراكز الثلاثة الأولى. يعني حتى نحن داعينا القائمة القصيرة، حتى لجنة التحكيم ما يعرفون بعض، فعلى أساس أنه ما يكون في طبعا وهي النصوص مغلقة، يعني ليس هنالك اسم على نص سوى عنوان النص. الرسالة اللي تبون توصلونها من خلال هذه الجائزة سعادتك؟ الجائزة تكمن أهميتها في أنها تتوجه للمثقف العربي وللمبدع العربي دون غايات تجارية، دون غايات استهلاكية، دون غايات ترجو من ورائها. يعني نحن لا نرجو من كاتب شاب، بالتأكيد يعني مع احترامي لهم قامات كبيرة ومبدعين كبار حقيقة، بس لم يؤسسوا إلى الآن، معظمهم لم يؤسس إلى الآن اسما في الذاكرة الثقافية العربية أو في الذاكرة الأدبية العربية، في الذاكرة الإبداعية. لذلك أنا سبق وأن قلت لك نحن لا ندعي صناعة النجوم، ولكننا نأخذ بهؤلاء إلى منطقة النجومية بمحاولة إضاءتهم، إضاءة منجزهم، إضاءة ما لهم من آليات إبداع، إضاءة الحقيقة التوجيه بالانتباه لهم كي يكون منجزهم في متناول الجميع، صحيح. كي يكون قيد التداول. يعني أحيانا كثير من المبدعين العرب لا يلقى حقيقة من الإمكانيات ما يدفع به إلى نشر منجزه، يعني صحيح. المنجز الآن لما يحظى بجائزة وباهتمام إعلامي كبير بناء على اختيار المحكمين، بناء على أهمية الجائزة، أهمية المؤسسة التي تصدى لإنتاج الجائزة، أهمية العنوان في الجائزة، يعني جائزة عنوانها
جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع. معروف عن الشيخ راشد اهتمام بالثقافة والمثقفين، ومعروف عن مساهمته الفائلة حقيقة في الحراك الثقافي العربي وفي دعم الأنشطة الثقافية العربية والمحلية بوجه خاص، ولا يتوانى حقيقة في تقديم ما يدفع بعجلة الثقافة العربية إلى الأمام. فعلاً أضيف على كلام سعادتك أن سمو الشيخ راشد لما عمل إضافة كبيرة للإمارة من ناحية الثقافية، كنا نحتاج مثل الأمور هذه، المهرجانات، الفعاليات الثقافية، شيء جميل، حتى الشباب صار توجههم ثقافي. نعم. رائع، ثقافة زادت، هذا فعاليات دور زادت، بين كل فترة وفترة نشوف فعالية أكبر عن اللي كانت طبعاً موجودة قبل. طبعاً. هذا شيء جميل ورائع. والحمد لله. ساعات اجتمعتوا يوم الخميس الماضي مع اللجنة العليا، شو اللي صار في الاجتماع؟ شو الأمور اللي طلعت منها؟ اجتماعات اللجنة العليا دائما في كل حفلات التتويج، الجوائز، المهرجانات، اجتماعات فنية غالبا، يعني اجتماعات تبحث في الجانب الفني وفي الجانب التحضيري، وتبحث استعداداتها لإقامة هذه المناسبة. فهناك لجان تتوزعها اختصاصات عديدة، منها العلاقات العامة، منها التسويق، منها الجانب الأمني أيضا، منها الحفل الليلة نفسها، يعني الجانب الإعلامي، جوانب عديدة توزعها لجان تقوم بعملها على تمج، خصوصا وأنهم من المنتقين، يعني نخبة منتقات من الكوادر المهمة في اختصاصاتها. إن شاء الله تاريخ 27 راح يتم إعلان الفائزين بالجائزة. نعم، 27 نوفمبر سنحفظ هذا التاريخ عن ظهر قلب إن شاء الله، لأنه أعتقد سيدفع بكوكبة من الأدباء الشباب العرب، تضاف لهم مجموعة من الرواد في الرواية وفي الدراسات النقدية، تدفع بهم حقيقة إلى منطقة مضيئة ومهمة جدا، خصوصا وإنه، وهذا مما لم أسأل فيه ولكني أضيفه كمعلومة لفرط أهميتها، الجائزة في خطوتها الأولى، وهذه سابقة أعتقد ولا يشاكسني أو يعاكسني فيها أحد إذا ما قلت، أن الرقم تجاوز 950 مشاركة في دورة أولى. هذه كل أمناء الجوائز يدركون ماذا يعني هذا الرقم، يعني رقم كبير. احنا حقيقة لربما كنا نطمح إلى نصف هذا الرقم يعني نصل، ولكن صداها كبير كان. يعني التوارد المشاركات كان بشكل منقطع النظير، علما أنه استبعدنا ما ينيف على 100 مشاركة لعدم اكتمال الشروط فيها. يعني الوجوه الجديدة اللي راح تخرج في المجال الثقافي والأدبي والنقد، وراح تكون لها أثر كبير، يكفي أنها راح تخرج من الفجيرة. طبعا، وهذه مهمة جدا. الفجيرة ليس بطارئ عليها احتضانها المشهد الثقافي واحتضانها المواهب الثقافية، لها باع طويل حقيقة في هذا، وتجربتها راسخة، وقد كرست من قبل في خطوات عديدة، ودفعت بالأفق العديد الثقافي والمعرفي إلى مناطق علا، وهذا يحسب لها حقيقة. الاحتفالية الكبيرة راح تكون تاريخ 27 إن شاء الله في ساحة الاحتفالات في منطقة مضب، في الرميلة، في ساحة الاحتفالات والرميلة، برعاية صاحب السمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة. أستاذ سعادتك، خلينا نروح نشوف أو نبتعد عن، هي جزء من الحراك الثقافي اللي موجود في دولة الإمارات الجائزة هذه، كيف تشوف الحراك الثقافي في الوقت الحالي في دولتنا؟ لست مجاملا إذا ما قلت أن الحراك الثقافي في الإمارات العربية المتحدة تحديدا، وهذا ليس فيه أدنى زلفة وليس فيه حقيقة أدنى مجاملة وليس من التملق ولا التزلف بشيء، يعني إذا ما قلت أن الإمارات العربية تشهد كجغرافيا ثقافية، تشهد أهم حراك ثقافي ليس في الوطن العربي فحسب، بل في العالم. والسبب أنه أكو حقيقة صادقة، نفس صادق وراء هذا الاندفاع، يعني هو ليست الفعاليات الثقافية بفعاليات مشكلة بدبابيس، يعني ليست فعاليات موضوعة لإسقاط فرض المشاركة أو إسقاط فرض الادعاء أننا نقيم ونقيم، الفعاليات الثقافية راسخة، يعني هناك جوائز أدبية مهمة في عالم الرواية، جائزة الشيخ زايد رحمه الله طيب الله ثراه للكتاب، وجائزة البوكر العربية، وجوائز كثيرة حقيقة في دولة الإمارات، والآن أحدث جائزة فيها جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع،
وأنا أدرك عن كثب كيف كان يفكر وكيف كان يشكل رؤاها والرؤية لها الشيخ راشد بن محمد الشرقي. عن قرب كنت أدرك بماذا يحلم، بماذا يتوق، إلى ماذا يتوق. وهذا حقيقة ما حاولنا حصره في إطار الجائزة، وأعتقد أنها ستدوم طويلا وستكون واحدة من العلامات البارزة في فضاء الثقافة العربية. يعني بإذن الله نشوفها في سنوات وسنوات وفي تطور إلى تطور بمشيئة الله تعالى. إذا الله سبحانه وتعالى أعطانا عمر ومد بأعمارنا سنشهد هذا بقوة. يعني لك طولة العمر سعادتك. الله يسلمك. كيف تشوف المستقبل الثقافي في المنطقة؟ سؤال ذو إشكالية. هذا مثل يعني سؤالك الآن يحتاج أن نضع على طرفي نقيض الممكنات والمعرقلات. صحيح. يعني نحتاج لأن نجعل من هذا السؤال فرضية لثنائية تضاد. هناك مثقف عربي تمام، وهناك حاضنة للثقافة العربية وحاضنة للثقافة المبدعية كما أسلفنا في دولة الإمارات العربية. صحيح. وانتهينا مجددا بجائزة الشيخ راشد. في مكانات نائية وفي مكانات قصية حقيقة. صحيح. هناك مبدع عربي. صحيح. هذا هو اللي كان هدف الجائزة. سعادتك راح أنا أشوق المشاهدين، راح نكمل معك إجابتك هذه. نعم. لكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله. مشاهدين الكرام فاصل، من بعدها راح نواصل وياكم، خلوكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا، وراح نتابع حديثنا مع سعادة فيصل جواد المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. أكمل سؤالي اللي سألتك يا مستقبل الثقافة في المنطقة، وأرجع أقول لك أيضا صعب. يعني سؤال معقد وفيه من الإشكالية الثنائية في التضاد الشيء الكثير، لأنك سؤالك في الثقافة يشمل المثقف والحاضنة الثقافية. صحيح. هناك بيئة ثقافية وهناك حاضنة ثقافية وهناك مثقف عربي. الثقافة ككل، إذا أردنا نتحدث عن مفهوم الثقافة، الثقافة مستمدات معرفية، مستمدات استنتاجية، مستمدات بيئية، مستمدات جغرافية، مستمدات إنسانية، كل هذا بمجموعة متشكلات الذاكرة هي ثقافة، العادات التقاليد الموروث الفلكلور الهوية هذا كلها ثقافة. فنحن أمام متشكل اللي هو ثقافة كبنية. ثقافة. نرجع إلى البيئة الثقافية. البيئة الثقافية هي كل بيئة تنتج معارف، تنتج حضارة، تنتج مدنية، تنتج مثقافة. هذه أيضا البيئة الثقافية. الحاضنة الثقافية هي البيئة التي تتصدى لاستقطاب ثقافي عبر المنجز الثقافي وصاحب المنجز الثقافي، وهذا ما يحدث في البيئات اللي تحدثنا عنها مثل الإمارات التي تعنى بالمثقف العربي، بالمنتج العربي، بالثقافة العربية. أنا أسأل مثلا، مما أتذكر سمو الشيخ راشد كان دائما يسأل أعقيم، ما معنى أعقيم الأمة، أعاقر الأمة التي أنجبت الفارابي وابن سينا وابن البيطار والرازي والكندي وهذه الهلمة الكبيرة، يعني الفارابي ومدينته الفاضلة التي وابن خلدون وابن زيدون وهذه المجموعة الكبيرة، عبد القادر الجيلاني وكثير حقيقة، يعني أنجبت الرحم العربي، أنجب الكثير، أمة تتناسل، رحم يتوالد فيه باستمرار مبدعون. هل انقطع وتين هذا الرحم؟ هنا السؤال. فكانت الإجابة تفضي إلى رؤية حقيقة، الرؤية استشرفناها بالجائزة، يعني من هنا تشكلت الجائزة. فهذا يعني أكو غاية نبيلة جدا، نبيلة المقصد وراء تأسيس الجائزة. كل الغايات النبيلة غايات لا تنتهي. زين سعادتك، وحلو لما رجعت للجائزة. لو نحطينا جائزة سمو الشيخ راشد للإبداع مع الجائزات الأدبية الأخرى، وين نحطيها؟ وين مكانتها بين الجائزات هاي؟ هي يعني هو عرس راح يكون إن شاء الله تاريخ 27 عرس ثقافي كبير إن شاء الله. بس أنا أقصد الجائزة هذه مع الجوائز الأخرى الأدبية. الجائزة تتوخى أن تكون جائزة كبيرة، شأنها شأن كل الجوائز التي بدأت واستمرت. صحيح. الجائزة بدأت لتستمر،
وأنا قلت سبق وأن قلت ليست فعلا استهلاكيا، إنها فعلا ثقافيا مساهما بقوة وبجدية عالية في الحراك الثقافي العربي. الآن لا نستطيع أن نسترشف شيء، ولكننا نطمح. يعني أنا إجابتي مجروحة في هذا، يعني يقينا شهادتي مجروحة في الجائزة، لأنني أحد الجنود في قافلة في فيلق في لواء هذه الجائزة. نحن نطمح، وطموحنا كبير، وطموحنا كثير، وطموحنا وحلمنا كبير أيضا. واسمه الشيخ راشد اللي يعرف عن كثب يعرف أحلام لا تقف عند حد، وطموحه كبير جدا، ومما يحمل في ذهنه آفاق رحبة وفضاءات شاسعة للتخيل، ونتمدد احنا بهذا التخيلات وننهض متوثبين لخطوة قادمة. هذه الجائزة أنا أستطيع أن أقول لك بقوة في فبراير 27 فبراير ليلة العرس الثقافي للجائزة نستطيع بعد أن نسمع صدى صوت الجائزة المتوخى أن نحكم على الجائزة، ولكنني أراها بعد فعل المشاركة الكبير وبعد عدد المشاركات الكبير أراها الآن بالصف الأول، وهذا ما أتمناه ونتمنى جميعا. سعادتك خليني أسألك شوية سؤال. نعم. إن شاء الله أتمنى أنك تجاوب عليه. نعم. في حضرة راشد الثقافة والفكر، نعم، كيف تشوف اهتمامه؟ يعني هو ما شاء الله عليه سموه، إذا اهتم في شيء تلقاه يسهر وكل اهتمامه عليه، ودوما يصب كل اهتمامه عليه. كيف كان اهتمامه ومتابعته للجائزة هذه؟ أمانة بكل صراحة أتعبنا. أحيانا أكو اهتمام يتعبك. نحن لها يعني. أدق التفاصيل. أي نحن لها، نحن لها، ويمكن نحب المغامرة لأننا مغامرون، نراهن على حساب صحتنا وعلى حساب وقتنا وعلى حساب جهدنا، وننجز يمكن بشكل مضاعف مما كنا ننجزه سابقا، واعتدنا هذا معه. أتعبنا هذا التعب اللذيذ، التعب المحبب، أرهقنا إرهاقا نحبه نعشقه نلتصق به، أضنانا ظنا وجدانيا جميلا، حرك فينا مكامن قوة خبيئة، هناك ثمت مسكوتات كثيرة أطلقناها لفضاء البوح بها معه. طبعا يقيم طود الصداقة مع الجميع ويتحدث بود مع الجميع، ولا يخفي حتى النعمة عن الآخرين في أن يصرح بما في رأسه، وهذا جميل، يكون موضوع تداول وحوار مستمر، وهذا التداول والحوار يخلق ويحرك مكامن الأشياء، مكامن الإبداع. الله يديمه ويديم ابتسامة الجميع. يقول ضغط الحصار على جميع أصابعي فتفجر الإبداع من أعماقي. الكل حتى يفجر الإبداع في داخلهم الضغط عليهم بالمحبة بالعمل. صحيح. بالود. الله يديمه ويديم ابتسامته ووجود الرائع بيننا. آمين. الله يحفظه إن شاء الله. آمين. سعادة فيصل جواد الرئيس التنفيذي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، شكرا لك نورتنا. وشكرا لك، شكرا لتلفزيون الفجيرة، وسائلا الله جل في علاه أن يوفقكم جميعا، وأشكر كل الشباب العاملين في تلفزيون الفجيرة، وتحية طيبة لكم إدارة وكادرة. شكرا لك. شكرا لك. الله. مشاهدين الكرام، من هنا من الثقافة نروح وياكم للفن الجميل إلى مهرجان أضواء الشارجة 2019. المهرجان الحلو فيه إنه ياخذ انطباع حلو ويعطي طابع حلو للصروح المعمارية الموجودة في الشارجة ويظهرها بصورة جدا رائعة. خلونا نشوف التقرير هذا وياكم. الشارقة بنسختها التاسعة قدم جوانب جديدة وتقنيات حديثة ومبتكرة من خلال هذه النسخة التاسعة. طبعا هذا المهرجان تم بناء على مراحل خلال السنوات التسعة الماضية وتطويره بشكل مستمر بوسائل مختلفة عن طريق استبيانات أجريناها من زوار مرتادي المهرجان والمواقع المختلفة، وكذلك من خلال فريق العمل اللي موجود. عملية التطور عندنا دائما مستمرة إن شاء الله.
طبعا هذه السنة الأعداد كذلك كان في زيادة، نحن كنا متوقعين 10% زيادة، ولكن الحمد لله يعني لين اليوم تقريبا 20% بتكون زيادة عن السنة الماضية من حيث أعداد الزوار. طبعا هذا يعني من فضل رب العالمين، وكذلك الحملات الإعلانية والإعلامية، وسائل الإعلام غطت بشكل كبير جدا هذه السنة، وكذلك الترويج والتسويق لعب دور جوهري في عملية زيادة الزوار للمهرجان. فإن شاء الله نأمل أن السنة القادمة احتفالا بمرور 10 سنوات من مهرجان أضواء الشارقة تكون هناك عروض استثنائية. طبعا يمتد تاريخ دبي منذ عصور قديمة جدا. دبي هي الماضي وهي المستقبل وهي الحاضر وهي المستقبل، وهذا بعد كذلك نحن نشوف تاريخ جمارك دبي اللي تأسس قبل 100 سنة، وراح نعرف أكثر عن جمارك دبي مع خليل صقر مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي. أهلا وسهلا. يا مرحبا أخي عبد العزيز، حياك الله. الله يحييك. لو تعطينا نبذة عن تأسيس جمارك دبي. طيب، في البداية طبعا أشكركم على هذا اللقاء ومنبركم في تلفزيون الفجيرة، حياكم حي مشاهديكم الكرام جميعا. حياك الله. بالنسبة لجمارك دبي، طبعا ما يخفى على المشاهدين أن جمارك دبي هي الدائرة الرئيسية الأولى اللي كانت في دبي، هي كانت أم الدوائر يسمونها، لأن الدوائر الحكومية أول ما بدأت في دبي بدأت من جمارك دبي. جمارك دبي كان المكتب الرئيسي لحاكم دبي، منها كان يدير شؤون إمارة دبي بشكل كامل، وكانت تسمى الفرضة بالسابق. والفرضة طبعا من الكلمات العربية الأصيلة اللي هي مرسى السفن، فتم اتخاذ يعني اسم الفرضة من الأيام القديمة في بدايات 1900 و1800 تقريبا، أواخر 1890 هكذا. فمما يذكر يعني في التاريخ في أثناء حكم الشيخ راشد رحمة الله عليه، باني دبي الحديثة اللي وضع يعني أساسات ما نراه اليوم من تطور كبير، فور دبي خاصة وميناء جبل علي وميناء راشد. وبعد ذلك يعني مع مسيرة سيد قاسم الشيخ محمد بن راشد اللي أكمل المسيرة وفق يعني رؤية متقدمة ومتطورة كثيرا. جمارك دبي تعتبر يعني الدائرة الأولى، وهي أم الدوائر، وهي الأساس اللي حكومة دبي بدأت منها المسيرة. صحيح. الأساسية. نحن في جمارك دبي طبعا تعتبر هي بوابة رخاء دبي. كل ما تشهد دبي من تقدم في البنية التحتية وغيرها، كل تجارة دبي تمر عبر جمارك دبي. جمارك دبي أبرز المهام والإنجازات اللي حققتوها خلال 100 سنة الماضية. نعم، طبعا جمارك دبي أخي عبد العزيز ما يخفى عليك أن مثل ما ذكرت أن دورها الأساسي هي تسهيل التجارة. يعني لنا دورين أساسيين في دبي وعلى مستوى دولة الإمارات. طبعا الدور الأول هو حماية المجتمع من دخول أي بضائع مقلدة أو ممنوعة أو يعني أشياء تضر المجتمع. صحيح. الدور الثاني هو دور تسهيل التجارة اللي تمر عبر يعني منافذ الرئيسية. جمارك دبي موجودة في المنافذ الرئيسية البرية والبحرية والجوية، يعني في المطارات، في الموانئ سواء ميناء راشد أو موانئ ميناء جبل علي، وكذلك عبر منفذ حتى اللي بينه وبين سلطنة عمان. فكل تجارة دبي خلال 100 سنة الماضية، يعني بدأت التجارة في دبي يعني إذا قلنا قبل 100 سنة بعشرات الملايين، اليوم نتكلم عن تجارة دبي وصلت في العام الماضي قبل العام الماضي إلى تريليون و300 مليار درهم. يعني أكثر من 1300 مليار. يعني هذه يعني الزيادات الكبيرة نتيجة أعمال كبيرة قامت فيها جمارك دبي، من استخدام تكنولوجيا متقدمة، من استخدام أفضل الأجهزة ومتطورة جدا. وعلى سبيل المثال لا الحصر من الأشياء اللي حصلت عليها جمارك دبي خلال الفترة الماضية، أن للعلم فقط أن جمارك دبي تجارة دولة الإمارات تمر عن طريق جمارك دبي بمناسبتها حوالي 80% من تجارة دولة الإمارات. أستاذ خليل، دولة الإمارات حصلت عفوا
على المركز الأول كأفضل دولة فيها بنية تحتية جمركية على مستوى العالم، يعني كانوا ماخذين جمارك دبي كمعيار في هذا النطاق. أستاذ خليل، لو حدثنا عن تحقيق رؤية صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم الله يحفظه ويطول بعمره عن تحويل جمارك دبي من حكومة أو من الحكومة الإلكترونية لحكومة ذكية. نعم نعم، طبعا أول ما أطلق سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد موضوع أن تحول إلى الحكومة الذكية خلال، يمكن نحن أول دائرة حكومية نفتخر في دبي أن تحولنا 100% إلى دائرة ذكية. صحيح. تحولت كل خدماتنا خلال ما يقارب 100 يوم من إطلاق مبادرة من الشيخ محمد بن راشد إلى حكومة كل خدماتها موجودة على الهاتف المتحرك. العميل يستطيع أن يعني يتعامل مع خدمات الجمارك عبر الهاتف وين ما كان، سواء داخل الدولة أو خارج الدولة أو مسافر أو في الطائرة، عبر هاتف المتحرك. فكل خدماتنا الآن متوفرة عبر الهاتف المتحرك عبر بوابة دبي التجارية اللي هي جزء من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة. ما شاء الله عليكم موفقين خير. أستاذ خليل، أي كلمة أخيرة حاب تضيفها؟ اللي نقوله دائما نحن في جمارك دبي سواء أو على مستوى دوائر حكومة دبي أو مؤسسات وهيئات الاتحادية على مستوى دولة الإمارات، نفتخر بقيادة استثنائية في دولة الإمارات، سواء القيادة يعني قيادة سيدي فاطمة الشيخ خليفة بن زايد. صحيح. وجود سيدي فاطمة الشيخ محمد بن زايد وسيدي فاطمة الشيخ محمد بن راشد، هاي القيادة الاستثنائية تعطينا دائما دفعة قوية لكل دوائرنا وهياتنا ان دائما نبحث عن المركز الأول، عن التميز، عن الجديد، عن الابتكار، عن الوصول للمريخ. هذه كلها محفزات لدوائرنا، لأفرادنا، للعاملين على مستوى الدوائر الحكومية أنا دائما تكون يقظة أن تتقدم إلى الأمام، ودولة الإمارات بإذن الله عز وجل دائما في المقدمة. صحيح، ما نرضى إلا بالمركز الأول. أستاذ خليل صقر، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي، شكرا لك. شكرا لك عبد العزيز. حياك الله. حياك الله. مشاهدينا الكرام، فاصل من بعدها راح نواصل وياكم، خلوكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا. طبعا في عام زايد طلعت مبادرات كثيرة كرمت فيها الهيئات والحكومات، كرمت فيها الهيئات الخاصة والحكومية اللي قامت بأدوار كبيرة، ومنها اللي جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية اللي هم كرموا بجائزة أفضل مشروع إماراتي خارج الدولة خلال عام زايد، في اللي كانت مبادرة 101 فكرة، وفكرة الذي نظمتها جمعية واجب التطوعية في جامعة السوربون بأبوظبي تحت شعار هكذا نحتفل في عام زايد. وكرمهم الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس الدائرة الخاصة بسمو الشيخ محمد بن خالد آل نهيان. خلونا نعرف أكثر ونرحب ضيفتنا صابرين اليماحي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الثقافية. حياك الله. أهلا وسهلا فيك أستاذة. لو تعطينا نبدأ عن جمعية الفجيرة الثقافية الاجتماعية. جمعية الفجيرة الثقافية الاجتماعية جمعية منبعها إمارة الفجيرة، تأسست عام 1990. طبعا كان لها مبادرات ملحوظة خلال الفترة اللي طافت، يعني آخر سنتين أو آخر دورة، بالمجال الثقافي الفني يعني الأدبي الاجتماعي، فشملت كثير من المواضيع الوطنية وغيرها. فتسعى دائما، ومن أهم بنود رؤيتها وأهدافها. صحيح. هي إمارة الفجيرة وثقافة إمارة الفجيرة بشكل خاص، ثقافة الإمارات بشكل عام، نشرها على مستوى الإمارة وعلى مستوى العالم. أهمية التكريم بالنسبة للجمعية؟ والله التكريم كان مثل الوسام لجمعية الفجيرة، يمكن تقريبا هذا التكريم اللي حصلت عليه من فترة طويلة. يمكن جمعية الفجيرة ما حصلت على تكريمات بهذا الوزن بهذا، وهو مش تكريم قد ما أنه مشاركة في مسابقة وأنك تفوز فيها. أنتوا خذيتوا أفضل مشروع خارج الدولة؟ أفضل مشروع. كلمين عن الجائزة أو الشيء طبعاً سويته. المشروع اللي صار مشروع اللي هو الإمارات في عيون زايد، كان في روما في إيطاليا، كان يضم مجموعة من الفنانين والأدباء خلينا نقول الشعراء والكتاب والإماراتيين من سكان الفجيرة بشكل خاص. شارك معنا مجموعة من فنانين مسرح دبا الثقافي الاجتماعي، عندنا كاتبات، عندنا شعراء راحوا. الفكرة كلها كانت تضمن نقل الثقافة الإماراتية والتراث الإماراتي
وفي يوم الوطني في احتفالات في تتزامن مع احتفالات اليوم الوطني في إيطاليا. فكان أول مبادرات سووها في السفارة في الإمارات في إيطاليا، وعقب بدأت التنقلات بين الجامعات في إيطاليا. كيف شفتوا ردة فعل الناس هناك في إيطاليا بالأمور اللي قدمتوها من التراث ومن الثقافة الإماراتية؟ لا ما شاء الله عليه، كان رد فعل إيجابي جدا، يعني كان الناس تحسهم متشوقين، خاصة مثل ما قلت لك قبل الترجمة لهم كانت فورية، فكانوا مستوعبين كل اللي حواليهم ويسألون وحبوا يجربوا، يعني حتى الأكل الإماراتي ترى صرنا هناك الجماعة ما قصروا وطبخوا لهم الأكل الإماراتي لايف، الزي الإماراتي لبسوهم، يعني كان كل قطعة وكل شيء من التراث موجود هناك عندهم، من الأكل الجماعة شحنة وكل شيء يعني من هنا، حتى الصراريد الأشياء التراثية، الأكل، الطحين اللي كانوا شالين الطحينة عشان يسوون القمح شالينه وياهم، حتى الطحينة شالينه وياهم، فما تتخيل كيف انهم كانوا فعلا متحمسين لاظهار التراث الاماراتي ونشره على مستوى العالم. شو قدمت هناك، مسرحيات وغير المسرحيات؟ مسرح دب الثقافي قدم فعلا مسرحيتين، شاعرات مواطنات من اماره الفجيره حطوا جلسه شعريه، كان في كتاب تكلموا عن رواياتهم وعن كتاباتهم الادبيه، كان عندنا أبو حمد الله طول عمره حط مثل الورشة عن السنع والتراث الإماراتي ما شاء الله، وخصص صب القهوة ما شاء الله. زين الشعر، يعني هي شعر هي لغة، يعني فاهم علي، فكيف قدرتوا تترجمون الشعر هذا أو القصايد إلى لغتهم وتوصلون الرسالة؟ ترجمت معاني، يعني أنت ما راح تترجمها بالقافية بس ترجمت كمعاني كمفهوم للقصيدة. أنا يعني اعتقد حتى لما كنت اسولف وياك انت قلتي البرد كان قاسي عليهم وكنتوا تعبانين وايد، الاجواء غير وفعاليات متصله، لكن الفرحه اللي شفتوها والاندهاش اللي شفتوه على وجوه الناس هناك شل التعب عنكم، صح؟ ما شاء الله فعلا كانوا يعني لما تشوف الجماعه على ينسون التعب لما يشوفك، لا يعني برافو اللي انتم سويتوه، وفي تفاعل، في الناس تسالك هذا شو هذا، مش انه مجرد انت قاعد تتكلم في تفاعل وما حد، لا في تفاعل، يسالون سوونا كذا سوونا كذا اشرحوا لنا كذا، تحس انك رايح فعلا اديت شيء. الاماكن اللي زرتوها رحتوا الجامعات؟ راحوا جامعات وبعدين طلعوا على زيارات ميدانيه للاماكن الاثريه الموجوده في روما، طبعا هذا كله بالتعاون مع السفاره الاماراتيه في روما. زين هذا كله نهج انتم رايحين توصلون صوره الامارات وصوره التسامح والحب والتراث الجميل للامارات، هذا اللي زرعه الشيخ زايد فينا، صح؟ نعم. كيف تشوفين تاثير الشيخ زايد على الاماراتيين في محافظتهم على ثقافتهم وعلى تراثهم؟ ما شاء الله تاثير الشيخ زايد واضح جدا في الشاب الاماراتي والشابه الاماراتيه اللي من تظهر من بلادها او يظهر من بلده، تحس فعلا اذا شفته في مكان تقول هذا ولد زايد. صحيح. بطريقة أسلوب تعامله مع الناس، باحترامه لنفسه، باحترامه لوطنه، بتقديره للآخرين، بالتسامح اللي الدولة تسعى له حاليا، هذا هو فعلا الشيخ زايد سبحانه الله يرحمه زرع هالشيء فيهم، يمكن في ناس قاعدة تقلده وملتزمة فيه بعد ما شافت حتى الشيخ زايد. صحيح، حتى الأولاد الصغار الحين اللي ما شافوا الشيخ زايد رحمة الله عليه مقتدين فيه وماخذين أفكاره، بس من وين؟ منو اللي علمهم؟ علمهم أهاليهم، علمهم إخوانهم اللي هم فعلا مزروع فيهم هالشيء هذا. كيف تشوفين دعم الدولة للمؤسسات الثقافية والاجتماعية والمحافظة عليها، يعني على الإرث الثقافي والاجتماعي اللي نحن موجودين فيه؟ لما الدولة تطرح لك أجندة وتطلب منك أنك أنت تمشي عليها كمؤسسات، شيء طبيعي أن راح تدعم هذه الأجندة علشان تتحقق، فالدعم المادي الحمد لله موجود، الدعم المعنوي موجود، التكريم مثل ما شفت انت الفعاليه انت سويتها وتدخل مسابقه وتفوز فيها، هذا بروح بحد ذاته دعم. صحيح. والحمد لله المؤسسات محصله دعم من الجهات الحكوميه ومحصله من الجهات الخاصه. حتى الجهات الخاصه قاعد تدعم هالمؤسسات علشان تمشي أجندة الدولة. كلهم مرتبطين في بعض وكلنا قاعد نمشي تحت هدف واحد وتحت رؤية واحدة. صحيح. أنا خليني أرجع لأيام إيطاليا اللي أنتوا سويتوها. بصراحة حلو لما نحن ننقل ثقافتنا إلى مكان ثاني، لكن هاي الثقافة اللي لما قلناها ما في مهرجان معين ولا في ندوة، لكن أنتوا رايحين هدف واحد، غرض واحد، تنقلون الثقافة لإيطاليا. اللي أبى أسألك، يا أنتوا رحتوا لطلبة الجامعة هناك
وأكثر مكان ممكن تتأثرين عليه طلبة الجامعة، وطلبة الجامعة هم يحبون يطلعون على الثقافات الثانية. كيف أمانة يعني أنا ممكن أرجع أسألك سؤال ثاني، لكن أبغى أشوف شو ردة فعل الطلبة هناك لما شافوا ثقافتنا، لما للأسف ليش أنا أسألك السؤال هذا؟ أنا سامحيني إني قاعد أسأل وجاوب، لأن للحين نحن عندنا شباب ما يعتزون بثقافتهم، شبابنا الموجودين الحين ما قاعد يهتمون بثقافتهم ولا يعتزون فيها. فلما نحن رحنا مثلا إيطاليا وعرضنا ثقافتنا شو كان ردة فعلهم؟ الثقافة هذه اللي شبابنا للأسف بعضهم مبتعدين عنها. شوف انت لما ايطاليا، لما رحت ايطاليا اكيد في طلبه اماراتيين موجودين هناك في هذه الجامعات ولهم اصدقاء ولهم معارف مثلا، فشيء طبيعي ان انا صديقي او زميلي اللي معايا على مقاعد الدراسه في هذه الجامعه اماراتي، واليوم في عروضات اماراتيه وتراث اماراتي. صحيح. انا حاب اعرف اكثر عن هالانسان، يمكن هو ما عرف ينقل لي. صح ولا لا؟ أنا كمواطن إماراتي ممكن أجذب هالشخص هذا، تعال نروح نشوف شو بعلمك براويك، يمكن ما كانت عنده إمكانيات وكطالب رايح طالب ما أخذ معاه شيء. الحضور اللي كان متواجدين على وحارصين على أنهم يكونوا موجودين في كل فعالية كان أكبر دليل على اهتمام الطلبة في الجامعة بالتراث الإماراتي وبأنهم يعرفون ثقافة التراث الإماراتي. وحلو الثقافة انتشرت. وكان حضور مثل أقول لك يعني جميع الأيام متواصل، حضور متواصل منقطع النظير. وحلو عجبهم الثقافة. عجبهم. أنت كنت قاعد يعني كنت قاعد في الجامعة مال تقريبا يومين على أساس تخلص العروض وتخلص الفعاليات، وباليومين الحضور مكامل. نحن في عام التسامح، وعام التسامح مكمل لعام زايد. إن شاء الله. شو الأشياء اللي بتجهزونها في عام التسامح إن شاء الله؟ إحنا إن شاء الله الحمد لله في بداية عام التسامح سوينا مهرجان الجبل الثقافي. وسوينا مؤخرا عندنا كانت ملتقى فن الطرايق اللي هو تراثنا تسامح. فن الطرايق. وإن شاء الله أن نسعى لأن ندخل هذا الفن في اليونسكو. وإن شاء الله مثل ما يقولون الحبل على الجرار إن شاء الله بالنسبة للفعاليات الجمعية. أمس كنا نتحدث عن فن الطرايق وفعلا فن جميل، للأسف أنا أول مرة يعني أعرف أن هذا النوع من أنواع القصيد باسم فن الطرايق. فن الطرايق. إن شاء الله تأملنا خير أن هذا الفن يبقى ويتم ويستمر. الحمد لله تعالى. من التوصيات اللي ظهرت في هذا الملتقى أن يتم تعليم فن الطرايق وتدريسه بورشات عملية حق الشعراء المواطنين على أساس يبتدوا ينهجوا نفس المنهج. كلنا ثقة فيكم. أي كلمة أخيرة حابة تضيفينها سادة صابرين؟ مشكورين ما قصرت، وأشكر تلفزيون الفجيرة على اهتمامه الدائم فعاليات جمعية الفجيرة الثقافة الاجتماعية وتسليط الضوء عليها، وإن شاء الله بدعمكم وبدعم جميع الجهات الموجودة بالفجيرة إن شاء الله أننا راح نستمر بالعطاء. هذه قناتك، وشكرا لك صابرين اليماحي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الثقافية. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، في نفس المحور، المحور الثقافي، راح نشوف معاكم ضمن فعاليات مهرجان وادي الحلو في دورتها الرابعة اللي يقيم في معرض فني بعنوان حروف من نور للفنان التشكيلي شبير أحمد مير. خلونا نشوف وياكم. وادي الحلو للشلة الشعبية قدم لنا الفنان شبير أحمد مير معرض تحت عنوان حروف من نور. المعرض يضم أكثر من 12 عمل، الأعمال جميعها مستوحاة من الخط العربي ولأول مرة تعرض في المنطقة الشرقية. الهدف من المعرض الفني اللي قدمناه في وادي الحلو رفع الذائقة الفنية عند الجمهور وتقديم معرض مختلف عن جميع المعارض اللي قدمت سابقا وبصورة أخرى خارجة عن إطار المعارض التقليدية. My work basically is about the calligraphy. I have tried to create sculptures in calligraphy to see how calligraphy looks in 3D. You can walk around, you can see the feel of the calligraphy. This exhibition has the three concepts, basically one concept but divided into three. One is I have created some sculptures from the verses of Quran, and second is about the poetry. The poetry is by a local Emirati poetess, Zainab Al-Balushi. She has written something about Sheikh Zayed. I have depicted that. And then
there is another poetry about the Arabic language, to praise the Arabic language. I have done that. And the third concept, which is very interesting, I believe that every single alphabet of the Arabic is an art piece itself. If you just compose those words in a nice way, without saying anything, it still looks beautiful. So you will see some of my pieces where maybe by first look you don't feel any meaning, don't see any meaning, but still there is a message behind that. مشاهدين رجعنا لكم، راح نشوف معكم مبادرة العلم للجميع اللي كانت ضمن مبادرات شهر الإمارات للابتكار. مبادرة العلم للجميع هي مبادرة تهدف لخدمة المجتمع، وراح نعرف أكثر مع عذراء المنصوري مدير مشاريع محطة مستقبليون عفوا. السلام عليكم أستاذة عذراء. وعليكم السلام والرحمة. أهلا وسهلا. لو تعطيني نبذة عن مبادرة العلم للجميع. إن شاء الله. طبعاً المبادرة اسمها مبادرة العلم للجميع. هذه المبادرة مقدمة من قبل فريق محطة المستقبليون، وهي عبارة عن مؤسسة تهدف إلى نشر التكنولوجيا وصناعتها محلياً. طبعاً هذه المبادرة برعاية أدنوك، وهي الشريك الاستراتيجي لنا في هذه المبادرة. ابتدينا المبادرة بالتوازي مع شهر الابتكار في الإمارات، وبتستمر حتى شهر سبتمبر. خبركم شوي بس عن هذه الانشيتيف. تفضلي. هذه الانشيتيف طبعا هي عبارة عن تقديم ورش تقنية مجانية، 20 ورشة تحديدا، حتى نتمكن ان نستهدف او نوصل المعلومة الى 500 متدرب حول 7 امارات في 8 تخصصات خاصة بالمستقبل. طبعا هذه التخصصات منها الذكاء الاصطناعي، الطائرات الميسرة، الروبوتات، الذكاء، الانترنت الاشياء، والابتكار والبرمجه، والواقع المعزز والواقع الافتراضي. فاحنا عندنا يعني مجموعه من التخصصات اللي حابين نطرحها للمتدربين. لو كلمتيني الاهداف للمبادره هذه. هي اهداف المبادره هذه عندنا هدفين رئيسيين. الهدف الاول هو نشر الوعي حول تقنيات المستقبل وتطبيقاتها العمليه، بحيث نقدر نربط الاشياء اللي يشوفونها الشباب من تقنيات ونحولها الى الواقع العملي. الشيء الثاني حابين ان خلال هذه الورشات اللي بنقدمها حول الامارات ان شاء الله، ان نكتشف المواهب والناس اللي عندهم امكانيات حول هذه التقنيات وعندهم شغف في هذه التقنيات، فنحن حابين نستكشف هالمواهب ونتبناها يعني من ضمن عمليات المحطة ومن ضمن مشاريع مستقبلية. وأهم شيء هي بناء شبكة من الخبراء والمبتدئين حتى يتمكنون من الشغل أو العمل على مشاريع في المستقبل. هي المبادرة راح تبدأ متى إن شاء الله؟ ولا بدأت؟ المبادرة بدأت في شهر الابتكار، بدأت على 4/2. غطينا بعض المؤسسات الحكومية وبعض الجامعات التعليمية، وإن شاء الله على شهر 3 بعد بنستمر بنمشي حول الإمارات إن شاء الله، بنغطي بعض إن شاء الله الهيئات والأماكن الأخرى. نترياكم في الفجيرة إن شاء الله. كيف شفتي فعالية الناس أو ردة الفعل من الناس اللي مشاركين معاكم؟ الصراحة ردة الفعل كانت جيدة جدا وإيجابية، دائما كان عندنا عدد الحضور حتى يزيد. الشيء الحلو انه كان في تنوع، فتلقى بعض الورش فيها اعمار كبيره في السن، اعمار شوي صغيره، بتلقى اساتذه، بتلقى طلاب، وكلهم سبحان الله يعني فيهم الشغف وفيهم الاهتمام، خصوصا ان ورشاتنا يعني تعتمد على الجانب التقني والعملي اكثر من الجانب النظري. الاختلاف هذا جميل انه يصير تبادل خبرات. تماما. وكيف الغالبية من الشباب الصغار ولا الكبار؟ أعتقد شباب صغار مايلين الحين أكثر للابتكار. صراحة إحنا شفنا في يعني توازي في المتطلبات، يعني كان في ناس خبراء ما شاء الله سنين طويلة يعني حابين يعرفون آخر التحديات وآخر التحديثات التقنية نفسها، وفي ناس يعني كانوا من طلاب الجامعة حبوا تخصصات معينة، خصوصاً التخصصات اللي إحنا نعرضها هالورشات بعدها ما وصلت الجامعات كمناهج مطبقة. أي كلمة أخيرة حابة تضيفينها أستاذة عذراء؟ هي أول شيء أشكركم على استضافة محطة المستقبليون، واللي حاب يعرف أكثر عن نشاطاتنا ويتابعنا تلومون تتابعونا على الانستغرام
حسابنا @futurist_hub. إن شاء الله تعالى. أستاذة عذراء المنصوري، مدير مشاريع محطة مستقبليون، شكرا لك. يعطيكم العافية. حياك الله. مشاهدينا الكرام، فاصل بعد راح نواصل وياكم، طبعا خلوكم ويانا ولا تروحون بعيد. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام. طبعا مع بداية شهر فبراير من 2019 طلعت شهر الابتكار في دورتها الرابعة، واللي هو كان تحت شعار الابتكار يبدأ بك. طبعا شفنا وايد من الابتكارات الحلوة من طلبة المدارس وطلبة الجامعات وغيرهم، اللي يدعو للافتخار، يعني شيء لما تشوفونه على أرض الواقع تحسون بشعور يدعوكم للاعتزاز والافتخار. وراح أعرف عن روبوت لمساعدة أصحاب الهمم، وراح أعرف تفاصيل أكثر عنه. معي هنا في الاستوديو سارة الكندي، مخترعة روبوت من مدرسة أم المؤمنين للتعليم الثانوي للبنات بالفجيرة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. لو تكلميني عن الروبوت اللي أنت سويتيه. الروبوت اللي أنا سويته هو روبوت يساعد أصحاب الهمم، اسمه روبوت المساعد. يساعد أصحاب الهمم في حمل أغراضهم وأمتعتهم، يعني عشان يقدروا يتنقلوا بسهولة أكثر، يعني من انه يخلوا اشخاص ثانيين ياخذون اغراضهم. صح. انا قلت لك تحت الهواء مخترعه ولا مبتكره؟ انت قلت لي مبتكره صح؟ وانا غلطت فيها بعد على الهواء. زين، المده اللي خذيتيها على اساس تسوين الروبوت؟ كانت عندي هاي الفكره انا من قبل 3 سنوات تقريبا. اوكي. وشجعتني طبعا ابلتي وامي وخبرتهم عن الفكره وساعدوني هم فيها وقالوا لي ان انفذها، لان الفكره وايد حلوه وساعدوني فيها ونفذتها. زين، كيف جتك الفكرة في البداية أنك تسوين الروبوت هذا؟ جتني هاي الفكرة لأني قمت أشوف أكثر من شخص، يعني من أصحاب الهمم، يعني يحتاج مساعدة في حمل أغراضهم. وعشان ما يحسون بنفسهم أنهم مثلا عبء على ناس غيرهم، فأنا جتني هالفكرة وقررت أني أنا أساعدهم في شيء أني أنا أسوي لهم. تشوفين أن خلاص المستقبل كله راح يكون للروبوت؟ هي تقريبا كل شيء بالتكنولوجيا في المستقبل. كيف؟ زين، كيف نحن نشوف المستقبل بروح للروبوت؟ ان الروبوت راح يكون يعني كنفس الانسان، كشخص موجود في حياتنا يوميا، انه هو راح يساعدنا في جميع الاشياء. زين، انا دوما في سؤال يطرح في بالي، اذا الروبوت كان موجود لكل شيء في الحياه، بعدين شو بيكون دورنا نحن؟ نحن مو بلازم نساعد اصحاب الهمم ونوقف وياهم بعد؟ هي بس الروبوت يعني يكون كشيء ونحن كشيء ثاني، يعني ما يكون في اختلاط بيننا، يعني نحن الاثنين. كيف يعني الاختلاط؟ عادي تكلمي قولي لي، كيف يعني تقصدين الاختلاط اللي بيننا؟ يعني الروبوت راح يساعد اصحاب الهمم، اما يعني الانسان هو يكون مثلا، يعني اصحاب الهمم ما راح يسولفوا مع الروبوت او شيء، بس راح يسولفوا مع الناس والاشخاص الثانيه. راح يكون زين مثلاً. لما كل مشروع له نقاط قوه ونقاط ضعف، صح؟ الروبوت هذا لو كان موجود مع اصحاب الهمم ممكن تصير له مشكله ولا شيء يوقف؟ شو النقاط الضعف اللي بتكون موجودة فيه؟ يمكن هو يعني مثلا الشخص هذا ما يقدر يتحكم فيه عدل، أو ما يعرف فيها، أو يصير خلل، أو مثلا يتبطل شيء فيه أو ينكسر، فيخرب الروبوت هذا. زين، خلينا نتكلم أكثر عن الابتكار اللي أنت سويتيه. كيف يساعد أصحاب الهمم؟ شو يسوي لهم؟ هو الروبوت بشكل عام يشل الأشياء، يشل أي شيء موجود. أي شيء؟ هي. فهم اصحاب الهمم اي شيء يعني يبون ياخذونه بيخلي هالروبوت ياخذه، تحكموه بالريموت كنترولر. بالريموت مثلا يقدر يسوي لي كوفي؟ لا، بس يعني هو لحمل الاشياء، ما له يعني لصنع الاشياء. أوكي. لحمل بس يعني يشيل الاشياء. هي. شو اثقل شيء ممكن يشيله؟ يعني هو كان نموذج صغير كفكره، كان هي. يعني هو بعد ما نفذناه كفكره كبيره عشان يشيل اشياء كبيره. زين، انت متى بتسوينها ان شاء الله كبيره نشوفها؟ هو يعني انا ما اقدر اسوي كبير، يعني احتاج لدعم كبير، يعني ان شاء الله احصل هالدعم الكبير اللي عشان انا انفذ هذا المشروع، يعني يكون كبير. اكيد الحين اللي قاعد يشوفونا ويسمعونا هذه مبتكره وتدعو للفخر والاعتزاز، وما شاء الله عليها، وان شاء الله تحصلين دعم ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. انت حصلتي على المركز الثالث في جائزه الابداع والابتكار على مستوى المناطق، صح؟ نطاق 5. هي. كلمين عن الجائزه هذه. هذه الجائزه نفذت في مدرسه ابن النفيس من قبل استاذه سنديه، الحين هي مديره منطقه الفجيره التعليميه. نوجه لها التحيه والتقدير. هذه المسابقه كانت للابتكار، اللي عنده ابتكار يعني يقدم هذا الابتكار، وانا كنت من احد الطالبات اللي والطلاب اللي كانوا مشاركين فيه،
والحمد لله حالفني الحظ واني فزت من بين الطلاب اللي كانوا. انت تشوفينه صعب ان انا اسوي روبوت؟ صعب ولا هو صعب؟ لانه يعني احتاج لفكره كبيره، يعني فكره انها يعني تنفع للشخص ولا يعني الاشخاص في الحياه. وين الصعوبه؟ زين وين الصعوبه؟ انت قلتي صعب، بس وين تكون الصعوبه؟ يعني انا عندي وايد افكار، مثلا انا بسهوله اقول لك انا عندي أجيب هنا روبوت يقدم وياي البرنامج، عندي صعوبة فكرة بس ما اقدر اسويها. هي بس الصعوبه انه كيف بركب هذا الروبوت، كيف ببرمجه، كيف بخليه يشتغل. أوكي. وخاصه يعني في البرمجه، هاي البرمجه وايد يعني وايد صعبه، انه يحتاج لشخص ماهر ويعرف. المده اللي استغرقتيها انت عشان تسوين الروبوت؟ تقريبا نقول شهر، لانه يعني بعد او اقل، لانه يعني كانت يعني تركيبه كان سهل، بس البرمجه اللي كانت صعبه، ولازم يعني كل شويه اشوف اذا هذا يعني هالطريقه تشتغل او لا. زين انا قاعد اقول روبوت، يعني صح ولا غلط قاعد انطقها؟ روبوت اكيد. هي روبوت قاعد انطقها صح. هي زين. شو الدافع؟ يعني انا دوما اغلب الاشياء اللي اسويها في حياتي ونجحت فيها يكون فيها دافع دعتني اني انا اسوي الشيء هذا. شو الدافع اللي خلاك تسوين الابتكار هذا؟ هالدافع اني أنا أحب أسوي هالأشياء، أحب أكون فعالة في المجتمع وبالحياة. وأهلي وأهلي يعني شجعوني وايد بهالشيء، يعني أنا لما خبرت مع الفكرة وايد شجعوني فيها. من أكثر واحد شجعك وقف وياك من أهلك؟ أمي. وجه لها التحية، الله يحفظها لك إن شاء الله. إنزين، هي وقفت وياك ودعمتك؟ هي ساعدتني، والمدرسة بعد ما يعني ما قصرت وياي. من المعلمات تبين تشكريهم؟ لازم تشكريهم. اشكر المعلمه مريم حبيب، لان هي اكثر ابله يعني ساعدتني ونفذت وياي. نوجه لها التحيه نحن ونقول جزاها الله خير. زين انا سالتك شو تبين تكونين لما تكبرين او لما تخلصين الثانويه ان شاء الله على خير؟ مهندس الطيران او محاميه، ما اعرف يعني. في فرق، في فرق كبير، فرق كبير. انت مبتكره، لازم تدخلين مجال علمي. ليش تبين تصيرين محاميه؟ محامية عشان أدافع عن المظلومين. ومهندس الطيران يعني لأنه يعني شيء حلو إن شاء الله. الله يحقق لك كل أمنياتك، نشوفك أنت مهندسة طيران ونفس الوقت بعد تكونين محامية إن شاء الله. زين كيف شفتي دعم المدرسة غير الأبلة الأستاذة مريم حبيب؟ مريم حبيب، كيف شفتي دعم الإدارة وقفتهم وياك؟ كيف كان الدعم ولما وقفوا وياك اساس المشروع هذا اللي انت سويتيه؟ كان دعمهم وايد كبير، وهم اللي نفذوا لي الروبوت، هم اللي جابوا لي الاشياء. وبنفس الوقت هم يعني ما قصروا الحمد لله وياي، اي مسابقه تستوي، اي مشاركه يقولوا لي ساره روحي شاركي في الروبوت. الحمد لله ما قصروا فيني. زين انت في الروبوت مالك في ميزه انه هو يتناسب مع على قدام، انه يتغير وتدخل فيه شو؟ انه اقدر اغير فيه في اشياء تعديلات. زين كيف سويتي لهذا الشيء وكيف كان مختلف عن الثانيين؟ انا ما اعرف، لان هذا انا اقل عنك علما في الروبوت فبتعلم. الروبوت مالي الحين هو اتحكمه بالريموت كنترولر. اوكي. في المستقبل ان شاء الله يعني في سنسرات وحساسات اقدر انا اغيرهم، اقدر مثلا اخلي ساوند سنسر او تاتش سنسر، ان مثلا انا الحين خليته ساوند سنسر، انا اقدر مثلا اقول حق هذا الروبوت خلاص انا اقول حقه روح يجيب لي هالشيء الفلاني، هو يروح بنفسه بدون ما انا اتحكم فيه. فبهاي الطريقه ان احنا قدرنا نغيره. تشتغلين على المشروع بعد على قدام ولا خلاص وقفتي لهنا؟ لا ان شاء الله اكيد. هي الحين انا بعد قاعده اشتغل على فكره ان شاء الله جديده، يعني ابتكار ان شاء الله جديد. شنو الفكره قولي لنا اساس احنا اول ناس نعرفها على التلفزيون؟ هو فكرة عن الدفاع المدني. روبوت يطفي الحريق الكبير عشان ما نضحي بأرواح مطفئين الحريق، لأن يعني أنا شفت حادثة في مكان يعني أحد من مطفئين الحريق تعرض للإصابة. أثر عليك الموقف هذا وسويت الابتكار؟ فأنا فكرت. وأنت شغالة على الابتكار هذا؟ الحين قاعدة أشتغل عليه. زين أنا الحين كل شيء قاعد أشوفه قاعد يتحول لروبوت، حتى مرة قاعد أشوف الأخبار أن بعد كم سنة بتكون في عملية جراحية من 100% بالروبوت. تتوقعين بعد 40 سنة وبعد 50 سنة إذا الله كتب لنا عمر وعشنا بيكون شو دور الإنسان في الحياة؟ ما أعتقد أنه راح يكون له دور إذا كانت الدنيا وايد متطورة في الروبوتات. بس يعني بس يعني شو يعني ممكن نشوف محامي ممكن يصير؟ لا ما في روبوت بيكون محامي، لانه يعني ما بيكون عندنا مثل صفات الانسان الحقيقي. علشان شي انت قلتي بكون محامي، اذا شفتي خلاص اشتغلوا روبوت صار مهندس تروحين انت تصيرين محاميه صح؟ انت مسويه خيارين. زين من ربيعاتك اللي وقف وياك اللي وقفت وياك سوري
اللي وقفت وياك وساعدتك؟ كل ربيعات الحمد لله، يعني ما في وحده مثلا قالت لي لا تسوين هالفكره او شيء، وكلهم دعموني وقالوا فكره حلوه وساعدوني فيها. زين، شو توجهين للشباب اللي في سنك انهم هم يبدون يعملون، يبدون يبتكرون، ما يلسون يشوفون؟ لان نحن في دوله الابتكار وفي دوله التقدم، فشو توجهين لهم انت؟ ابى اوجه لهم واقول لهم انه يعني اي فكره اتي في بالكم او اي شيء في بالكم نفذوا وسووا، لانه يعني راح تنفع وراح تساعد اشخاص ثانيين في الحياه. يعني ما بتساعدنا احنا نفسنا اذا تمينا ساكتين وكاتمين على هاي الفكره. يعني زين، مع اول شوفي دوما لما نحن نبى نبدا اي شيء يكون فيه تحديات، يكون فيه صعوبات. انت لما بديتي المشروع شو اول شيء، اول تحدي وقف قدامك وقدرتي تتغلبين عليه؟ البرمجه، هذا الشيء اللي انا وايد كان صعب. كيف يعني شو كان بالنسبه للبرمجه شو صعب؟ اني انا في البدايه ما كنت اعرف ابرمج. اوكي، فعقب الاستاذتي ساعدتني قالت لي ساره ما علي البرمجه بتكون سهله او شيء، فمع الايام قمت اتعلم عليها والدرب وعرفت كيف ابرمج الحمد لله. انت تقريبا قلتي خذيتي كم سنه على اساس تسوين او كم الفتره اللي تسوينها؟ تقريبا شهر او اقل. يعني شهر او اقل، اعتقد لو جلستي مده اكبر راح تقدرين تسوين شيء اكبر واكبر. هي. ان شاء الله. انتوا الحين في الوزاره عندكم مناهج اللي هو الابتكار والبرمجه اعتقد، صح؟ والتكنولوجيا. كيف ساعدتك المواد هذه والمدرسين الموجودين في المواد هذه في الابتكار هذا وفكر الابتكار اللي صار فيك؟ كيف ساعدوك المواد هذه؟ يعني انا للحين يعني في العمر المرحله اللي انا بعد ما وصلت لماده الابتكار عندنا ماده ديزاين اند تكنولوجي. اوكي، كنا ناخذ عن بعض الديزاينات والاشياء، وكان بعد عندنا في برمجه في برامج معينه كنا نتعلم عليها. فهاي الموضوع انه بعد ساعدني اكثر واكثر انه في البرمجه. يعني اعطاك دافع انك انت تدخلين المجال هذا وتبدين فيه، صح؟ هي. زين الحين انا بسالك، هذا المواد هذه لما جتلك صار عندك دافع كبير انك تدخلين المجال هذا وتبدعين فيه، صح؟ هي. لو تحسين المواد هاي جت من قبل، يعني الحين انت صف 10 صح؟ هي. لو جتك صف اول اعدادي ولا ثاني اعدادي، يعني صف سابع او ثامن، سابع او ثامن، اول اعدادي وثاني اعدادي، كيف ممكن يعني هل تشوفين ان هي نقطة إيجابية انها تتقدم ترجع ورا؟ هي لأن لو كانت عندي من قبل يمكن أكون مسوية شيء أكبر ومنفذة شيء أكبر، ويكون شيء بتكون شيء سهل عندي بالنسبة حقي إني أسوي أي شيء مثلا من بعدها. يعني هي دوما المواد هذه لما تكون من وقت يعني موجودة من وقت أو في مراحل متقدمة مش متأخرة يكون أفضل للابتكار. زين شو توجهين لربيعاتك؟ أو أنا أشوف في ناس للأسف الشديد يقولون هذا شيء صعب أو شيء ما منه فائدة، شو تقولين لهم أنت؟ يعني أنا إنسانة ما أحب، يعني حتى لو من أول مرة فشلت ما أكون مصرة أني أنا أوصل للهدف اللي أنا أبغاه، وأقولهم أنهم لازم يصرون على الشيء اللي هم يبونه، وما يقولون مثلا إذا أول مرة فشلوا فيه يقولون خلاص ما راح نكمل، لا لازم يحاولون يصرون لين ما يوصلون للهدف اللي هم يبونه. الحين أنت على الهواء شو تحبين توجهين لوالدتك الله يحفظها ويعطيها العافية اللي ساعدتك ووقفت وياك؟ شكرا ماما لانك انت ساعدتيني وانت وقفتي وياي، وانت اكثر انسانه يعني انا احبها في الحياه، وانه يعني لو انت ما كنتي موجوده انا ما كنت بوصل لهالمرحله وهالمكان يعني الحين. الله يحفظها لك وهي فخوره فيك ونحن كلنا فخورين فيك والى الامام ان شاء الله. شكرا. ساره الكندي مبتكره روبوت ومن مدرسه ام المؤمنين للتعليم الثانوي للبنات، شكرا لك بالتوفيق ان شاء الله دوما. امين ان شاء الله. مشاهدينا الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم، نشوفكم باكر على خير، تصبحون على سعادة وخير إن شاء الله.